جبهة الخلاص الوطني تنظم وقفة احتجاجية بصفة أسبوعية، شفنا نفس المطالب نفس الشعارات اللي تتعاود، وهي المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين والمطالبة بإسقاط ما يعتبرونه انقلاب وغيرها من الشعارات اللي ترفع. شو رأيك؟ أول حاجة أسباب الهم وأسباب المشاكل أصلا هما جماعة هذوما اللي شدوا البلاد، وإحنا بالتوالي حبسوا العجلة الاقتصادية، عملوا جميع المستحيلات، سابوا البلاد، نابوا البلاد، خلنا احنا نخلصوا فيها ضرائب وماء وضو وكل شيء، هم اسباب الخراب هذوما. ولازم قيس سعيد يضرب بأيدي من الحديد، والكل ينظف على بعضها، كل من اخطأ في حق البلاد، وكل من هز مليم من حق اسمه من البلاد هذه بأي حق، لازم يلقى جزاه. خلونا في الفقر والهم، اكتوفوا مات الشعب التونسي كله ما تيجي وراء لقمة العيش، هل يعقل هذا؟ هل يعقل في بلاد تاريخ أكثر من 3000 سنة يصير فينا هكا؟ لكن جاتنا الدنيا رانا سويسرا ولا بلاد أخرى. هم سبب الهم، هم اللي خلونا في الهم وفي الخراب. جبهة الخلاص الوطني جبهة التخلبيس الوطني، ثبت لي الساعة. أنت رأيك؟ هذه جبهة التخلبيس الوطني. وأنا نراهم هكاكا عبارة على سك بدون رصيد. اللي رجع عليه معناه راهو يصبوا لهم في الرصيد باش يولي عندهم رصيد. تالي هم رصيد هم جملة ما اكتسبوش حتى باش يقولوا راهم فقدوه. فهمتني؟ وجبهة بالحق هذه جبهة التخلبيس الوطني راهي المهمة نتاعهم، هم يؤدوا في مهمة للإفلات من المحاسبة والعقاب. الموقفين السياسيين هم اتجاه خربوها البلاد مدة 10 سنوات ما خلوا فيها حتى شيء. كل غربال تونس نقبوها من كل شارع. تو كي تشد غربال وتصب فيه الماء مو منقوبة من كل البلاد. الدولة التونسية نقبوها في كل بلاصة ما خلوا حتى شيء في تونس، لا إدارة تصلح، لا مواصلات تصلح. حتى شيء، حتى من الفلاحة داروا عليها دقدقوها. شنو اللي طالبينهم؟ احنا مساندين قيس سعيد، راه احنا مع قيس سعيد ونصبروا معاه، سواء عنا ولا ما عناش نصبروا معاه. احنا مضحيين توا الشعب، بالرغم هو ما فماش لا زيت ولا فارينة ولا مواد غذائية بصفة عامة، أما مضحيين معاه احنا بقدرة ربي مضحيين معاه. الشعب الكل مع قيس سعيد. هما توش طالبينهم؟ طالبين يعني عاملين قرافهم في الحبس؟ مش مشكلة اعمل قرافة سيدي، هاوك الطب بحذاك وإدارة السجون بارك الله فيهم هاوك يخدموا فيكم زادة متوعينكم يساعدوا فيكم باش ما تقولوش خايبين زادة إدارة السجون. فهمتني؟ القضاء مستقل زادة باش ما تقولوش القضاء عنده مكان آخر ولا حاجة، يعني كل شيء موفرين هولهم. وليت عادة، وعادة معناها حميدة ومسيلش يعني التوانسة ولا هما يعني بدأوا شوية منها بنسبة كبيرة وكل يوم ينقصوا. أنا تابعت منها الوقفة متاعهم اللي ضم منها رموز كما بالقاسم حسن اللي كان في الحزب الشيوعي التونسي وأصبح من عناصر حركة النهضة، نجيب الشيبي شيخ سياسي المعارضين للأبد، منها معارض كل شيء. التحالف جبهة الخلاص معروف اللي هو معناها يعني للأسف الشديد يعني من الأزمة السياسية الغابرة في تاريخ السياسة التونسية. يعني فما ناس يعني كما تشوف، ما ناخذوا مثال بسيط، إذا كان هما يطالبوا بالديمقراطية ويطالبوا بالتجديد، هما على رأس أحزابهم من وقت بورقيبة ما تبدلوش. معناها نزيد نذكر ونأكد الكلمة هذه، كيما حامل همامي أمين عام الحزب نتاع العمال من وقت بورقيبة ويطالبوا بالديمقراطية، هما ما مارسوهاش حتى أثناء وصولهم إلى الحكم وأثناء معناها ممارستهم للحكم 13 سنوات ما كانوش ديمقراطيين، وكانت الإيقافات وما كان الأخطر كانت الاغتيالات في عهدهم. يعني إذا كانوا هما يطالبوا بحاجة ما وصلوهاش وما مارسوهاش لا داخل أحزابهم ولا في الحياة السياسية لما استولوا على الحكم، ما عاد صدقها ما تحد. بعض الموقفين السياسيين عاملين إضراب جوع. إيه عاملين إضراب جوع على شنو؟ عاملين إضراب جوع على السرقة، على النهبة، على اللي جايبينه من رابع دل حطوه في إدارة تاع الصونات، وواحد في إدارة ستيك يعرف العباد، لا قاري لا مثقف، والآخر اللي ماخذ مترز تحت الحيط قاعد، والآخر جايب شهادة سيزيام أني يشد هو مدير. هكا معقولة؟ هكا البلاد تمشي؟ احنا مع قيصره وهو بقدره ربي قاعدين ينظفوا فيهم هذا الكل. جل الشعارات المرفوعه يحملوا فيها الدوله مآل يعني المسائل الاجتماعيه والاقتصاديه اللي وصلت لها البلاد.
سمعت صحيح الخطاب نتاعهم وهذه صحيح، يعني هذه راهي نتائج الكوارث نتاع العشريه نتاعهم. نتذكروا مليح اللي وقت اللي بنيو في جدران على السكه الحديديه اللي توصل الفوسفات، نعرفوا مليح شنو هو الفوسفات، شنو صار فيه اللي هو الثروه الوطنيه ومن اهم ركائز الاقتصاد التونسي، كيفاش بناو جدار على السكه نتاع الفوسفات، يعني وحرمونا من اسواق متعاقدين معاها منذ مئات السنوات. يعني الاتحاد الشغل والناس اللي عملت الاعتصامات هذيك طبيعي باش ينهار الاقتصاد وتوصل قفة المواطن للحالة هذية. هذه من جرائمهم هما، المفروض يتحاسبوا عليها، هما قاعدين يتحاسبوا، لكن هما يكبروا ما يحبوش يعترفوا ان هما اسباب الخراب، لانهم هما كانوا في السلطة، يعني كانوا موجودين في الحكم في مجلس النواب وفي التشريع خاصة وكل شيء، يعني المشاكل هما عملوها مش الشعب التونسي، الشعب هو قاعد يخلص الفاتورة فقط. عليه هز البلاد، هو لقاها قائمة البلاد، هو لقاها منقوبة من كل بلاصة البلاد. البلاد لقاها من كل بلاصة مهلوكة وكلها مضروبة الإدارات بصفة عامة، هو بارك الله فيها ورئيس يدور ويتفقد وكل شيء. شنو البلاد؟ البلاد ما خلوا فيها شيء هما، راه البلاد فارغة تو بالنسبة لنا احنا، البلاد فارغة ما خلوا فيها شيء. هم كان جايبين عباد كارينهم بالفلوس، إجا خذ 50,000 و30,000 وإجا عايط هكا أربع كعباد في صحن يدوروا تو. علاش نقص العدد نتاعهم حسب رأيك؟ سيدي العباد فاقت، عرفت الحقيقة العباد. عرفت الحكايه، اقبل البدر علينا مهبط في المطار جاب في كرويت، حتى من سنيه ركبناهم له لهنا، حتى من المرايات عملنا له مرايات، عملنا له حتى من الكهرباء عملنا له كهرباء كتف وكات. تمتع هو في العشر سنين تمتع، هاكا تو التمتيعة في مرنا جايه باهي، الشعب هاكا مرتاح تو. اليز وينو القرياج اللي كان في اللافيني، وينك المفجرات؟ الحمد لله تو هاكا صافيه تو تونس، تحط ال 100 فرنك تركح شيء، ما عادش ما عادش ينجحوا، ما عادش ينجحوا، الشعب ما عادش راجع لهم، الشعب انتهى عليه وفد شبع منهم. صحيح، شوف هو الوقفات نتاعهم تعبر على حجمهم، كيما جت النهضه قبل في 2011 جابت مليون واش، لين وصلت 240,000، زعما منيش من المصداقيه نتاعهم اقلب تعرف، فهمتني؟ انا كنت نتمنى باش نكلم احمد نجيب الشابي، كنت لما عملك وهرب فهمت باش نسأله، قل له انت من اللي بديت في السياسه وانت زيرو زيرو فيرجي، اودي خلي على الاقل معناها على الاقل يقولوا لك فيرجي خير من زيرو 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 وبرا روح. وتعمل لي على الاتحاد، الاتحاد راهو اكثر حاجه نحكيو على جبهه الخلاص، جبهه الخلاص هما راكبين على الحدث، هذا راكبين على جبهه الخلاص على الاتحاد، والاتحاد معناها من جمله مكونات وجبهه شو اسمه التخلبيس الوطني. أين اختفت أبرز القيادات نتاع جبهة الخلاص حسب رأيك؟ وهي عندها قيادات من الأساس، بالعكس عندهم شخصيات مرموقة جدا في الجذب إلى الخلف، اللي يحب تونس يقف كي يغلط يقف ويعمل وقفة تأمل ويعاود يعمل بيرسترويكا روحه ويقصد ربي يبني على اللي هو إيجابي. ما بين الشعارات أيضا المطالبة ب اسقاط ما يعتبرونه انقلاب. اذا كان فما حسب هما يعتبروا اللي يحبوا، لكن الشرعيه معناها الثابته الرئيس الجمهوريه هي مستمده من الشعب، الشعب التونسي انتخب الرئيس، الرئيس تفطن لان فما خلالات، وشفنا معناها اللي صار في مجلس النواب من عنف ومن ضرب ومضروب ومن عرق، وشفنا هذا كل شفناه بعينينا. شفنا كيفاش الاعتداءات على النواب ببعضهم، شفنا حاجات غير عادية، فبالتالي القانون التونسي يفوض رئيس الدولة باعتباره معناها القائد العام للقوات المسلحة وباعتباره هو الضامن معناها لاستقلال البلد داخليا وخارجيا، يعني هو قام بحركة دستورية حسب صلاحياته. هما يتوهموا انقلاب وهم المنقلبين على كل الأسس الديمقراطية، وحتى أنا نذكر أنه داخل أحزابهم ما مرسوش لا الديمقراطية ولا العداله الاجتماعيه، وكانوا هك تشوف كلهم يعني وجوه من اللي انا تولدت وانا عمري يعني نعرف نجيب الشيبي على راس الحزب نتاعو، ونعرف اللي حامل همام على راس الحزب نتاعو، ونعرف حتى معناها بالقاسم حسن اللي انا للاسف معناها نعرفه مليح في الحزب الشيوعي التونسي، يعني عمري ما شفت شيوعي ينقلب بيولي اسلامي. هذه اشياء لا تحدث الا في تونس التي تعاني الان الامرين من الوضع الاقتصادي، داخلين على مرحله نتاع رمضان، هم يحبوا يستثمروا الغلاء اللي هم سبب فيه. صحيح نحن في مازق اقتصادي وكارثه يعني كبيره ونحس بها الكلنا باختلاف طبقاتنا، كالطبقه المتوسطه كالطبقه الزواليه كالطبقه الغنيه، لكن
ما يحبوش يعترفوا اللي هما سبب. وهذيك علاش التوانسه لم ما عادوش عندهم ثقه في حتى طرف سياسي. يعني حتى قيس سعيد لو ما عندوش حزب، هو رئيس جمهوريه عنده انتخابات، كان نجح بيكمل، ما نجحش هو بدون حزب. يعني كلمه احزاب سياسيه انتهت من تونس لفشل جميع الاحزاب اللي وصلت اعداد خرافيه، 214 حزب وصلوا ما حقوش للمواطن حتى امنيه وما قدموش به حتى حاجه في حياته. فطبيعي جدا انهم هما يلعبوا دور الضحيه وهذه عادتهم، وبعدين وقت اللي يوصلوا للحكم ينقضوا على الشعب، وشفنا والتاريخ يعرف كل شيء.